نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني ومدير الكره بالنادي الاهلي الكابتن وائل جمعه. يا كابتن وائل، برحب بيك. مجهود كبير في الفتره الاخيره، اعتقد يعني بصمات واضحه وملموسه في النادي الاهلي. مباراه صعبه جدا، سبقت الفريق استعدادات خاصه. يعني كلمنا عن مباراه الافريقي والصعوبه والترتيبات، يمكن حتى شايف حتى الاستقبال والترتيبات محتاج فيها بعض الكومنتات يا كابتن وائل. كومنتات من ناحية مين؟ لا ناحية مين؟ مش منك ده، من لا افريقيا يعني هم طبعا. الحمد لله من ساعة ما جيت الناس بتقدر النادي الأهلي جدا مهيب وبتحترم النادي الأهلي جدا. أنا جيت اخترت الملعب التمرين، كان هم مختارين لنا ملعب اللي هو ملعب النادي الأفريقي، بيسموه الملعب عندهم بيسموه حديقة يعني. فالملعب هنا لقيته أفضل من الملعب، الحديقة دي أحلى من الحديقة. الحديقة أحسن من الحديقة اللي هناك. يعني أتمنى التوفيق إن شاء الله لاعبتنا هنا. اتمرنا النهاردة وهنتمرن بكرة في الاستاد إن شاء الله التمرين الرئيسية، والمباراة بعد بكرة إن شاء الله. مباراة صعبة، يعني مباراة صعبة جدا طبعا، صعبة على الفريقين مش صعبة على النادي الأهلي بس. يعني النادي الأهلي زي ما قلت لك اسمه كبير جدا واسمه سابقه والناس بتحترمه جدا، زائد تاريخ النادي الأهلي مع الأندية التونسية يجبرهم هنا إن هم يحترموا النادي الأهلي جدا. احنا واخدين بطولتين من الثمانية اللي عندنا في تونس قدام ترجي وصفاقسي، الترجي والصفاقسي، فرقتين في وسط جمهورهم، الملعب كان مليان. يعني ده مكسب. طبعا ده سبب يعني كافي ان هم يحترموا النادي الاهلي جدا يعني. كابتن وائل، يعني وجودك ووجود حسام غالي ووجود عماد متعب ووجود وليد سليمان، يعني خبرات تعرضت للمواقف ديت، فاعتقد ان ده بيخلي فيه طمأنينة لباقي اللاعبين. ما فيش شك الخبرة في المباراة دي بتبقى ليها دور مهم جدا وحاسم جدا يا مهيب، زائد الهدوء. يعني الهدوء والخبرة في المباراة دي هو سبب المكسب وهو سبب رئيسي في المكسب يعني. فأنا أتمنى الخبرات اللي أنت قلت أسميها دي، عندنا ناس موجودة كتير منهم وليد وحسام غالي وحسام عاشور وعبد الله السعيد وشريف إكرامي وعماد متعب، كل دول شاركوا في المباراة الأخيرة بتاعت الترجي اللي كانت في 2012 هنا، فإن شاء الله يبقى ليهم دور مؤثر مع الفرقه يعني. اذا كان الاهلي فيه غيابات ايضا الافريقي فيه غيابات. ما انا بقول لك الفرق الكبيره اللي زي الاهلي والافريقي ما بتتاثرش بالغيابات الفرديه. الافريقي عنده 2 لعيبه او 3 لعيبه مهمين طبعا غايبين، انما في الاخر جماعيه الفرق الكبيره دي هي اللي بتكون سبب نجاحها، وده اعتقد الفرقتين مميزين في كده. الانباء عن احتفال الافريقي بالدوري والاحتفالات والكلام ده شايف ان هو حافز للنادي الاهلي ولا هيكون ضغط وجمهور؟ احنا عرفنا ان الملعب ده قدامكم متقفل يوم المباراه. سلاح ذو حدين يا مهيب، يعني احنا مجهزين اللعيبه لكده ومهيئينهم للضغط اللي هيبقى موجود ده، وزي بقول لك الخبرات اللي احنا قلنا اساميها دي اكيد هيبقى ليها دور في التعامل مع الموقف ده. فان شاء الله يبقوا قد المسؤوليه زي ما بقول لك ومركزين جدا في النقطه دي يعني. اخيرا كابتن وائل، عمرو جمال ليه فضلته ان هو يبقى متواجد في مباراه صعبه وحاسمه زي دي؟ يعني الكابتن عمرو بيتمرن بقاله 10 ايام مع الفريق وراجل مقيد افريقيا معانا، وكابتن احنا يعني دول كل الاسامي المقيده اللي الظروف سمحت ان هم يبقوا معانا يعني. فكابتن فتحي فضل انه يدخله مع الفرقه واحده واحده، حتى حاجه نفسيه مثلا لعمرو وهو موجود بيتمرن كده كده في حسابات المباراه. يعني دي بتاعت الكابتن فتحي بقى. انت ضحكت. دي بتاعت الكابتن فتحي. احنا عندنا ناس اجهز طبعا من عمرو لو جاهز وفي حالته طبعا يبقى موجود معانا، يبقى عنصر مهم جدا. انما الناحيه الفنيه دي بتاعت كابتن فتحي، انت عارف عمرو راجع من اصابه 7 شهور، فبرضه ما اعتقدش ان عمرو هيبقى ليه دور طبعا، انما دي حته نفسيه هتفرق مع عمرو جدا لما نرجع الدوري ان شاء الله الفتره اللي جايه. عمرو هيبقى ليه دور مهم جدا. فاصلين ما بين الدوري وافريقيا؟ لا طبعا طبعا، دي حاجه ودي حاجه خالص يعني. احنا تركيزنا كله في المباراه اللي احنا فيها دلوقتي، فنرجع مصر ان شاء الله يبقى في كلام تاني ان شاء الله. يا كابتن وائل دايما بالنجاح. شكرا. شكرا.